بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسري. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل شويه حاجات في اللذيذ، حاجات طعمها حلو، حاجات طعمها مشهي. مثلا هنعمل دلوقتي نوع من انواع العجه كامله متكامله. يعني ايه؟ يعني وجبه كامله مع شويه خس سلط، مع شويه من الخبز المجفف او الخبز الناشف او الخبز البلدي، اي نوع تبقى وجبه كامله لان فيها كميه من الخضروات وفيها بيض فيها لحم مدخنة وفيها جبنة، فالموضوع مشهي طعمه حلو قوي وهيعجبكم جدا ولازم تجربوها. عجة اختراع. يلا بينا نقول مقادير. بس قبل ما نقول المقادير عايز اذكركم بصفحتنا، صفحة الحياة تي في، ابعتوا لنا كل اللي انتم عايزينه عليها علشان خاطر نقدر نلبي كل رغبتكم كالعادة. وكمان كلمونا على التليفون بيظهر قدامكم على الشاشة 38550017 38550017. مستني تليفوناتكم. يلا بينا نبدأ ونقول مقادير العجة. أنا عندي 6 بيضات ونص كوباية من اللبن، وكمان معلقتين من الدقيق، كوباية من الجبنة المبشورة، نص كيلو من البتنجان متقطع مكعبات وأنا حمرته بس عشان ما ياخدش وقت كتير، كوباية من الفلفل وبصلاية، وفصين توم، 4 طماطميات مكعبات، كوباية من اللحم المدخن، ومعلقتين من الزبدة. تمام؟ تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، واحدة واحدة كده مع بعض. هنعمل ناخد الخضار بتاعنا، طبعا البتنجان احنا حمرناه علشان خاطر ده اللي هياخد وقت طويل شوية، فاحنا حمرناه. هركن ده على جنب. وهناخد الفلفل والطماطم والتوم والبصل، وناخد قطعة من الزبدة كده مع معلقة زيت صغيرة، ونروح نشوح مع بعض الخضار ده. مش بنسويه تسوية كاملة، ولكن احنا كده بنشمم النار، يعني بنخلي الحاجة كده الخضار بتاعنا دبلان شوية علشان لسه هياخد تسوية جوه الفرن. فأنا بقول لكم الملحوظات البسيطة دي. تمام كده احنا مع بعض اهو. أول الزبدة ما هتسيح هنزل عليها بالبصل، وبعد كده الفلفل والثوم والطماطم يتبلوا مع بعض شوية، وبعد كده نكمل بقية حاجاتنا. على الجانب الآخر هناخد على طول كده الـ6 بيض أهم. تمام. وبعدين هنضيف عليهم شوية ملح وشوية فلفل صغيرين، ما نكترش لأن أنا عندي جبنة وعندي كمان لحم مدخن ففيه ملح، وإحنا هنحط على الخضار ملح كمان. ونقلب كده الأول التقليبة دي، بعد كده هنضيف عليه معلقتين الدقيق أهم، ونقلب نص كوباية اللبن، ونقلب تاني. أذكركم أنا عملت إيه، حطيت هنا معلقتين الدقيق مع البيض واللبن وشوية ملح وشوية فلفل، كل ده بنقلبه مع بعض وكده ندوبه خالص خالص وخلاص. اول ما احس كده انه داب اهو هنعمل ايه؟ هضيف عليه البتنجان المتحمر، وكمان عندنا زي ما قلنا يعني مش سخن. ونروح بقى هنا على الزبده اللي حطينا عليها شويه زيت صغيرين، وننزل بالبصل وننزل بالفلفل، نقلبهم تقليبه مع بعض كده. كميه الخضروات الموجوده جوه العجه دي روعه، طعمها حلو قوي، وكمان زي ما قلنا وجبه متكامله، وجبه متكامله ممكن نعملها يعني تكفي يعني 5 افراد مثلا الوجبه دي. تمام. نقلب كده شويه، انا مش هسوي زي ما وعدتكم. يا استاذه هدايا. ازيك؟ اهلا بيكي يا هدايا. عامل ايه؟ اسمك جميل يا هدايا. انا بخير والله الحمد لله، نحمد ربنا. عايزه اسال عن الفراخ الفريزي. على ايه حبيبتي؟ الفراخ الكريسبي. حاضر من عينيا، هقول لك عليها حاضر دلوقتي. حاجة تانية؟ بشكرك يا هدايا واسمك فعلا جميل، ربنا كده يا رب يكرمنا كلنا بالهداية. بص بقى، الخضار بدأ يدبل معانا شوية اهو، هنديله شوية ملح صغيرين مش بنكتر عشان قلنا عندنا جبنة ولحمة مدخنة، وكمان شوية من الفلفل، ونقلب. وبعدين هنا بقى كل الحاجات اللي احنا يعني بنخلصها بنشيلها على جنب. بعد ما قلبنا كده اهو بدا يدبل الخضار، يدبل هنزل عليه بالثوم الاول وادوبه معاه، وبعدين يا دوب الثوم يشم النار كده وانا احس
اشم ريحته، انزل بالطماطم المتقطعه مكعبات ونقلب تقليبه واحده اهو. هنسوي تاني؟ لا خلاص. بصوا بقى كميه الخضروات اللي احنا بنتكلم عليها قد ايه موجوده مع البيض، يعني وجبه رائعه متكامله حلوه قوي، هتعجبكم جدا جدا جدا. تمام، هنيجي هنا وزي ما قلنا احنا حاطين هنا ايه بقى، نرجع تاني هنا، حطينا معلقتين الدقيق ونص كوبايه اللبن والست بيضات، ونقلب كده مع البتنجان وعليهم اللحم المدخن وعليهم كمان الجبنه، واخيرا هنخلط كده. بس عند الخضار بيبقى فيه شويه سوائل، شويه السوائل الموجوده في الخضار ده انا مش عايزها خالص، فهصفيها الاول. يعني ايه؟ في هنا سائل انا مش محتاجه علشان ما يخليش العجه بتاعتي طريه اكتر من اللازم، فاحنا هنفضي كده عشان نصفي الميه بتاعت دي شويه. تمام كده، واحنا قلنا ان الخضار يا دوب احنا يعني خليناه كده دبلان شويه بسيط. خلصنا الخضار اهو، نصفيه اهو ونروح على طول هنا. تمام كده، شايفين الناتج عن التصفيه اهو. هشيل كده ونروق الدنيا، وبعد كده عندي واحده طبعا انا عاملها قبل الهوا، هوريها لكم دلوقتي حالا حالا، ولكن واحده واحده. احنا صفينا، شايفين السائل ده اللي انا صفيته ده هيعمل معايا ايه؟ هيخلي العجه طريه اهو. هننزل هنا ونقلب كل ده مع بعضه، الخضار مع البتنجان، الجبنه، البيض، اللبن، الدقيق، وكل ده تمام متبل اهو. بصوا بقى الخليط كله بقى عامل ازاي. تمام كده، وبعدين هنيجي هنا عندي صينيه، الصينيه دي هدخلها الفرن، فهنجيب حته زبده. مين معانا؟ يا استاذ حسين. يا صباح الفل يا شيف، عليكم على الحلقه الحلوه دي. الله يخليك يا ابو حسين، الله يديك الصحه يا رب. الله يخليك، ربنا يديك الصحه انت والله، وربنا يبارك في عمرك كده. الله يبارك لنا في عمرك، تحياتي لحضرتك واسره البرنامج، الناس الجميله ومحترمين تسلم، ربنا يخليك. كلهم بيسلموا على حضرتك، كلهم بيسلموا عليك. الله يخليك، والله وحشنا يا شيف والله. يا رب يخليك، تسلم تسلم، ربنا يكرمك. الله يخليك يا شيف. امورني. عايز اعمل لازانيا يا شيف بعد اذنك. من عينيا، حاضر، هقول لك عليها حالا. يبقى احنا كده عندنا الفراخ المقرمشه وعندنا اللازانيا، حاضر. تمام. بشكرك على اتصالك. بصوا بقى حطينا هنا حته زبده وباللفايه كده علشان خاطر تملى معانا، بس نخلي النار هاديه، ما نخليش النار عاليه. تمام؟ وبعدين نيجي كده اهو، ننزل هنا بكل الخضروات بتاعتي مع البيض مع الخليط الروعة الجميل ده، ننزل كله ما نسيبش ولا قطعة. تمام، ونفرد. المنظر مشهي، الطعم تحفة، القيمة الغذائية عالية جدا، وعشان كده احنا عاملين بقى نوع من أنواع العجة الروعة اهي. نسيبها كده على النار تبصم من تحت. يعني ايه تبصم من تحت؟ يعني يا دوب كده تاخد لون من تحت بسيط. بعد كده هرفعها وادخلها جوه الفرن علشان خاطر تكمل التسويه بتاعتها، بس بعد ما قلنا تبصم من تحت شويه. تمام؟ هنعمل ايه؟ ولا حاجه خالص، هسيبها كمان هنا دقيقه دقيقتين تاخد بصمه من تحت، بعد كده ندخلها الفرن على الشبكة لغاية ما تستوي، تطلع معانا بالشكل الرائع اللي انتوا شايفينه ده. يعني دي قبل وهي لسه نية، ودي بعد ما استوت. شايفين الجمال؟ مش هتكلم غير ان اقول لكم بألف هنا وشفا. دي بعد ودي قبل اهو، ادي قبل ما تخش الفرن، ودي بعد ما استوت معانا خالص. حاجة روعة، طعمها رائع. الشكل انتوا شايفينه، هقطع لكم منها حته كمان دلوقتي وتشوفوا شكلها من جوه عامل ازاي. يلا بينا اهو، بسم الله، عشان تشوفوا بس شكلها. نقطع تمام اهي اهي، روعه. يعني بصوا كميه الخضروات الموجوده مع
بيض مع الجبنه مع اللحمه المدخنه مع كل الحاجات دي بالف هنا وشفا، عشان كده عملنا مع بعض العجه. هجاوب سريعا على اللحم على الفراخ المقرمشه، ونرجع بعد كده ندخل دي تكون بصمت شويه. انا قلنا على نار هاديه، بلاش النار العاليه علشان خاطر ما تخليهاش تتحرق من تحت وهي لسه نيه من فوق. الفراخ المقرمشه، انا بجيب فرخه يستحسن تكون بايته عندي، يعني ما اكونش لسه جايبها من عند الفرارجي، بقطعها 8 قطع، بقطعها 6 قطع، بقطعها 12 قطعه زي ما انا عايز. بعد كده بعمل فيها فتحات بالسكينه صغيره، كوبايه لبن رايب عليها معلقه صغيره توم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل، وكمان رشه صغيره من الحبهان، ومعلقتين من عصير الليمون او الخل، واغمرها بيها واسيبها كده ساعتين 3 4 5، ابيتها من بالليل مفيش مشكله. تاني يوم باخدها اخرجها من اللبن الرايب، يكون عندي دقيق مبهر عليه توم باودر، بصل باودر، وكركم، وبابريكا، وكمان معلقه من الملح، ومعلقه من الفلفل، ومعلقه من البيكنج باودر. كل ده بخلطه مع بعضه، وعندي بوله تانية فيها ميه وزيت على النار، زيت غزير. اخد الفراخ اشيلها من اللبن الرايب، احطها في الدقيق، اغطسها في الميه، وارجع تاني احطها في الدقيق. المره الاخيره في الدقيق ما بعملش بايدي، ما بقلبش بايدي، بهزها كده. لما بهز الفراخ كده الدقيق بيشبك فيها، يديني الشكل اللي هو بتاع الفراخ المقرمشه اللي انتم بتشوفوه ده. تمام التمام. اخدها اطلعها احطها في الزيت. لما بحطها في الزيت يا دوب كده تقوم عامله تشك، يعني يا دوب تاخد صدمه كده، اوطي عليها النار خالص شعره واغطيها واسيبها مش اقل من ربع ساعه، علشان الفراخ بتاعتي انا عاملها نيه، فتطلع معانا مستويه 100% بعد ربع ساعه. لو انا عندي حله الضغط بتاخد لها 7 دقايق. بعد الفاصل هنكمل مع بعض، هنعمل نوع من السمك روعه مع نوع من البطاطس برضو جديد، وهنعمل كمان شويه سلط بسيط كده لذيذ حلوين هيعجبوكم، محدش يروح في اي مكان. الجديد الممتع التعليمي دايما هتشوفوه في مطبخ الحياه مع الشيف يسري، ولكن بعد الفاصل.